ده الدور الاجتماعي اللي يمكن أن تلعبه السجون في مصر. في واقعة لا تحدث كثيرا، شهد قسم شرطة طنطا عقد قران سجين في قضية جنائية وإتمام مراسم الزواج رسميا داخل مكتب مأمور القسم. ايه التفاصيل؟ الناس اتعاملت معاك ازاي؟ مديرية الأمن اتعاملت معاك ازاي؟ الناس يعني رحبوا بينا، والطلب اللي احنا قدمناه للنيابة العامة، والنيابة العامة وافقت على الطلب وبعتوا لنا المركز، والمركز طبعا ما عندوش اعتراض في حاجة ووافقوا، ووصلنا للمرحلة اللي احنا فيها حضرتك دلوقتي. بطالب من وزارة الداخلية أو لأي مسؤول في وزارة الداخلية أو أي إنسان بيراعي ربنا في نفسه وفي عمله وفي شغله، إن أنا اتظلمت وقضيت 6 سنين كده ظلم، والحمد لله عدوا على خير. أنا قضيت حكمي وعليا غرامة 50,000، الغرامة أخذ بقى حكم 3 شهور، فممكن إن هم يخلصوا يعني، لو أي حد اتدخل أو أي إنسان يعني بيراعي ربنا ممكن يخلصني موضوع 3 شهور دول، عشان خاطر حتى فرحتي تكمل وأبقى وسط أهلي ووسط والدتي ووسط إخواتي، لأن أنا تعبت ومش ناوي إن أنا أرجع تاني لأي طريق غلط. أي نعم أنا مشيت في الغلط، بس أنا الحبسة ديت محبوسها ظلم، وربنا لوحده اللي يعلم. أستاذ وليد، مشكورا المحامي بتاع الزوج، استخر التصريح من المحامي العام وجي هنا بيه مركز طنطا. السادة المسؤولين قاموا بكل واجب وسهلوا الإجراءات 24 ساعة، كان تم الإجراءات. جات لست والدته وزوجته حاليا دلوقتي بيقولوا لي إن هم عايزين يعني يعقدوا قران المسجون وكده، فأنا قدمت طلب للسيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات غرب طنطا بطلب تزويجها منه. جيت هنا مركز طنطا للسيد العميد مأمور، كان مشكورا متعاون جدا معنا، أشهر بأخذ أقوال المسجون بالموافقة على طلب الزواج، وبالفعل أخذنا الموافقة ورجعنا للسيد المستشار العام اللي برضه وافق على عقد القرار. العريس هو صحيح محبوس عندنا، بس الشرطة مش سرقة وخطلة، لا، الشرطة فيها حالات إنسانية كتير، نطلع غارمين، نشوف واحد مريض نطلع نعالجه، واحد زي العريس ده قدم طلب عايز يتجوز برضه، جبنا له موافقة من النيابة والحمد لله النيابة وافقت. أي مسجون عندي بعتبره أنا إنسان مريض لحد ما ربنا يتم شفائه ويبرؤ من أي جرم، أو هو كان مثلا في سلوك مخالف للسلوك الإنساني اللي هو بيسلك سلوك قويم، فربنا يصلح من شأنه كده ويكون إنسان سوي عشان يتجوز بقى ويخلف ويسلك حياة الرجل العادي اللي هو مفهوش بلطجة مفهوش إجرام مفهوش مخدرات، وهو وعدنا دلوقتي إن هو فعلا يكون صفحة جديدة مع مراته. مشاهد بتظهر الدور الإنساني والاجتماعي اللي يجب أن تلعبه وزارة الداخلية ومصلحة السجون.